السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليرة عن القربان. الله يبارك بنتي عزيزة. الحمد لله سعد لي أجلس مرة غيرتها. يا مرحبا يا مرحبا بك. عم القربان أنا عندك عزيزة اللي هضرت مع عندك السيمانة. أيه قلت لك بنتي عزيزة مرحبا. جدا عليا مع الوالدين ديالي. أيه أيه الله يحفظهم لك يا رب. أنا مطلقة إلا كان شي ولد الناس. أيها بنتي بإذن الله. أنا مطلقة ودابا مع خويا الله يخلي ليا. الله يخلي لك مهلي فيك شويه ياك. الحمد لله نعم الاخ ما واخا نعيا نقول ما غاديش نقول اي حاجه في الحق نعم لا من غير الوالدين الحمد لله الحمد لله ولاد الخير هما هادو ولاد الخير هما هادو لله عزيزه لا اله الا الله ولكن لله عزيزه كيبقى دائما كتبقى دائما ضيفه ايوا الحمد لله عبد الحمد لله دابا عزيزة كتبارك بأن المخرج من الوضعية ديالك هي تكوني متزوجة وعندك بيت ستي مستقل بحالك بحال الناس. إيه عندك قريبة أنا هذا هو الحمد ديالي يكون عندي ولاد كنت أنا مستقرة وخا الحمد لله الأخ ديالي ما مقصرش من جيتو من كل حاجة الحمد لله. ولو كيبقى الوضع طبيعي أن كل واحد كيكون عنده الخيمة ديالو وعنده الكانون ديالو وعايش وضعية مستقلة والدوام والنفوس والله يسترنا ويستركم أجمعين. امين 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 لالا عزيزه ذكرني بالسن ديالك 33 سنه 33 سنه هي ان شاء الله تعالى واش كديري في العمل لالا عزيزه؟ شويه كندير شويه تاع الصنعه في الصنعه الصنعه وربة بيت الصنعه في الدار الصنعه في الدار شويه تاع الصنعه في الدار اي لالا عزيزه اي يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم وان شاء الله تعالي سوا كون كان خلعت الصراغمة ولا يكون في اي مدينه من مدن المغرب اللي كتبوا الله اللي مقسم الله في النصيب ديالي اللي مقسم يا ربي يا بنتي عزيزه يا ربي يا بنتي ان شاء الله احنا فرحانين بك الله يفرحك بدخول الجنه وانا مع الوالدين ديالي الوالد ديالي توفى مني كانت عندي عام ونص ودابا الوالده 3 سنين دابا تكمل 3 سنين تخرج 4 سنين ايوا الحمد لله على كل لا اله الا الله دعا لي مع والدي بالرحمه والمغفره يا ربي يا رحمن يا رحيم حفظ الله يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء لا إله شكرا لك لالا عزيزه وحنا امنيتنا نكونوا سبب في اللقاء ما بين الشباب والشابات وكنطلب من اخي سامي انه ياخذ يسجل لي الرقم ديال لالا عزيزه باش نطلب شي حد غنكون سعيد باش نمد ليه الرقم ونوصلوا بيناتهم ونخيط بخيط ابيض ونكون سبب في هذا الامر هذا وحنا كنتلقاو طلبات كثيره ديال الشباب والشابات باغيين يتزوجوا وكنحرص انني نتكلم مع هذا وتكلم مع هذا وتخيط بخيط ابيض وكنلقى ديما المشكل الكبير سواء الشابات اللي بغاو يتزوجوا او الشباب اللي بغاو يتزوجوا عندهم النيه صادقه وعندهم الاراده الطيبه وعندهم الاخلاق الكريمه والمشكله الوحيده اللي كنلقاها دائما هي مشكل الفاقه راه ياما جريت في هذا الموضوع هذا وكنسول الشاب كيقول انا باغي نتزوج راه عندي 40 عام راه عندي 45 عام كاين اللي وصل 50 عام وما ما عمره باقي ما تزوج وباغي يتزوج ولا راضي يقول لك شوف اللي عطيت جات من جهتك انا قابلها وقابل كل شيء ولكن المشكل الكبير اللي عنده الفاقه كتلقى بانه ما خدمش والسكنه مع العائله وكيفاش ممكن يتعاونوا معاه نوجدوا ليه السكينه ونوجدوا ليه فرصه ديال العمل والشابه كذلك في الغالب الاعم كتلقى الشابه بنت عائلة وكتلقى سبحان الله العظيم جميعهن متدينات كتلقاهن الصلاة والعبادة وفيها الحياة ولكن ما عندها زهر الزهر ما عندهاش كتقول لك أنا تقهرت في الدار الصابون ملي كنتكلم معهم خارج الميديا كاين اللي غير كتكلم معها كتبدا في النحيب وكتبدا في الدموع وكتقول لك راني كنصابون عليا والخدمة ونربي الوليدات وفلوس الحمام ما يعطوش ليا وانا بغيت غير فين نتوكل على الله تعالى هو اللي لقيت وكنلقاو ديما المشكل عندنا راه هو الحاجه فكنتمنى على ربي سبحانه وتعالى يوفقنا اجميعا لكي نحارب الفقر اولا الفقر هو العدو رقم واحد
ولا قلنا بان العدو رقم واحد هو الكفر ماشي الفقر. الا كان عندنا الايمان ربي غادي يغنينا، كما قلت في اول الحلقه بان اولى الاولويات عندنا وهو الايمان بالله عز وجل، ولكن الايمان ربي عز وجل غادي يكرمنا وغادي يفرحنا. لالا عزيزه انا خديت الرقم ديالك وغنكون سعيد اي واحد من شباب المغرب سواء في قلعه سراغنا او في اي مدينه او اقليم ساكون سعيد من يتواصل معنا نتواصلوا مع لالا عزيزه ونوصلوا بيناتهم. وحنا على فصل مشاريع فصل الصيف، وعاده فصل الصيف كيكون فيه الاعراس رغم زمن الكورونا، غتكون الفرحه وغيكون السرور وغتكون البهجه والحبور. ونطلب الله تعالى حتى واحد ما يخليه الله تعالى بلاش، يا ربي تفرح الجميع يا ربي. سادة المستمعين الله يجزيكم بخير، رفعوا منا وايديكم، نطلب الله سبحانه وتعالى يفرح الجميع بواحد البشرى، بشرى بان العزاب يتزوجوا اجمعين، ما يبقى حتى واحد كيشعر بالوحده او بالغربه. ويغنيها ويغنيهم من فضله انه هو الغني الكريم. فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا من قلت وقولك الحق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يا رب كل عازبة وكل عازب اللهم يا رب عجل لهم بالفرج، واختر لكل عازبة زوجا من الصالحين الطيبين الأخيار الأبرار، واختر لكل عازب زوجة من الطيبات الصالحات، من كل شيء زوجين يا رحمن يا رحيم. والله وحده المتفرد بجلاله لا زوج له ولا ولد، قل هو الله أحد. اللهم يا ربي ببركة قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يتخذ زوجة ولا ولد. اللهم يا ربي يا كريم عجل لكل أبنائنا وشبابنا وشاباتنا بالفرج، وارزقهم يا ربي السعد الجميل، وادفع عنهم الموانع وبعد عنهم العكوسات، واجعل هذه الفترة المقبلة دي الصيف تكون مليئة بالأفراح وبالمسرات وبالأعراس. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب. وإني بإذن الله رغم زمن الكورونا كنشم الرائحة ديال الفرحة والرائحة ديال المطابخ مالئة فيها الموائد ديال الخير، المحمر والمجمر والصفة والخيرات إن شاء الله. وكنسمع الأهازيج ديال الناس كيغنيو والزغاريد في كل مكان، والتصفيق والتكبير والتهليل والفرحة ديال الجميع. اللهم يا رب عجب الفرج، اللهم عجب الفرج بجاه النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين 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 يا رب العالمين، ونقولوا جميعا بشرى لنا بشرى لكم يا أهل العريس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.